أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا صدق الله العظيم.